يقول السائل: البعض يقول بكراهية الصلاة بالبنطلون والقميص أو بالبدلة والكرافات، رجاء بيان ذلك أفادكم الله. المهم أن المصلي يستر عورته، يستر عورته باللباس، وله أن يلبس ما تيسر له من الملابس المباحة اللائقة بالرجال، يلبس ما تيسر له من الملابس المباحة اللائقة بالرجال، سواء إزار أو ثوب أو بنطلون، إلا أن البنطلون يقولون إنها ما يتمكن المصلي من السجود على المطلوب والجلوس على المطلوب لأنه ضيق، ولا يتمكن المصلي إنه يجلس في بين الركعتين وفي التشهد الأول والأخير يجلس الجلسة المطلوبة المستحبة لأنه لباسه ضيق يمنعه من ذلك، فينبغي أن يلبس لباسا يتمكن معه من الجلوس في الصلاة والسجود على الوجه المطلوب